هذه المنتدى في ظل الهزمة السريسة اللي كانت تعرض لها الجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الجين. لا يقال أننا نبدلوا في ملاحظ هذه المنتديات في ظل التهميش كان هذو على الايديولوجيات كيفاش الادواء الا مشينا غير احياء الشعب يسلموا الناس رقه فيضانات بها غنائيه حفاه الملاكين هازين شكرا وغادي هكا كيعرش وتيتيح في الحفاه وعندنا فيديوهات راه غنتقولوا في هذا اوائل الاخر بكل صراحه المراه في ادغال الجبال والقرى النائيه لا زالت تستعمل كدبه تنقل عليها بضائع السوء والحشيش والحطب. واش فعلا هذا المنتدى غنوصلوا فيها لشي مسائل وندير الاصلاح؟ يعني في المليون تعرفوا استاذي تاريخ طويل ومعقد، واذا هذا الكلام هو اللي غيتقال في المنتدى والاشكال والتعدديه ديالو. نشوفوا كيفاش لا شي واحد عنده شي عصا سحريه لا عنده طريقة يعني خص قانون جديد المسلم اتفاقية جديدة دولية أو إقليمية المسلم. تكلمنا قبل مثلا بسرعة على الدكتورة سيمة جوليبة على الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. كاين المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أنتر أمريكان اللي أصبحت الآن مرجع أساسي في مسلسل إصلاح الدول الأمريكية ديال الجنوبية، والان يعني دخلت في المنظومه الدستوريه ديال الارجنتين. هذه تعلمتها انا في الارجنتين من كوزادي الشهر ما كنتش عارفها من قبل، اذا تعلمت شي شويه. من بعد هنالك المحكمه الاوروبيه اللي كذلك تتشكل واحد الاليه قويه جدا. هنالك الان مشروع واحد الاليه عربيه اللي نقصد من هذه الاليات. اذا غادي نناقشوا مثلا هذه القضيه والقضايا الاخرى.